السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم موضوعنا مشاهدينا الكرام عن سطوة الميليشيات ونفوذها، وما الذي يفعله مقتدى الصدر بالعراقيين. طبعا قبل كم يوم كان هناك ندوة في وهي احتفالية طبعا في محافظة النجف، تم إقامتها في مقر اتحاد الأدباء في المحافظة، شارك بها مجموعة كبيرة من نشطاء ثورة تشرين ومن أهالي محافظة النجف، استذكارا لمجزرة ساحة الصدرين في المحافظة قبل عام اللي ارتكبتها ميليشيا القبعات الزرق التابعة لمقتدى الصدر، واللي راح ضحيتها أكثر من 200 مواطن عراقي متظاهر بين شهيد وجريح. خرج العراقيون من النشطاء طبعا، ألقوا كلمات مختلفة من خلال عبر المنصة طبعا، واستنكروا هذا العمل الإجرامي وهذا الانتهاك طبعا. وكان هناك من بعض هؤلاء العراقيين من تهجم على مقتدى الصدر وصفه بالذيل والعميل وما إلى ذلك. هذا الكلام لم يعجب مقتدى الصدر ولم يعجب أتباعه، فخرج صالح محمد، وسأكتفي بهذا الوصف، ما راح نكمل على العراقي. صالح محمد هو كما يصف نفسه وزير القائد في تويتر، هو أحد أذرع مقتدى الصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، خرج مهددا من شارك وحضر في هذا المؤتمر، هدد بالرد على الهتافات التي أطلقها المشاركون طبعا بالاحتفالية، ووصفوا مقتدى الصدر بالمجرم والذيل وما إلى ذلك. قال صالح محمد إن ما حدث في مقر أدباء النجف صدر من وصفهم بالمجموعة البعثية والدواعش الذين يتشبهون بالغرب والعدو الصهيوني على حد تعبيره، وهدد بجعلهم عبرة للجميع. طبعا موضوع شماعة الدواعش وشماعة البعثية، لماذا تستمر الميليشيات باتخاذها للرد على من يخالفها بالرأي؟ طيب، الجميع شاهد وشهد على ما حدث في ساحة الصدرين قبل عام، وأعداد الشهداء الذين سقطوا أو ارتقوا في محافظة النجف من ثورة تشرين، من ثوار تشرين على يد ميليشيات مقتدى الصدر. طيب، الناس تستذكر هذه الجريمة وهذا الانتهاك وتندد به وتطالب بمعاقبة ومحاسبة مرتكبيها. لماذا هذه التهم التي تكال إلى هؤلاء العراقيين دواعش وبعثية؟ طيب، هم أيضا من حقهم أن يتهموكم بأن أنتم أدوات لإيران وذيول، أنتم تطبقون الأجندة الإيرانية في العراق. إذن حدث هذا الموضوع بعد هذا التهديد من صالح محمد وزير مقتدى الصدر. تعرضت منازل عدد من الناشطين العراقيين في محافظة النجف إلى عمليات دهم من قبل الميليشيات المسلحة. قال ناشطون إن ميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر قامت بمداهمة نحو 10 منازل لناشطين بارزين في محافظة النجف، وقامت باعتقال عدد منهم، كما اعتقلت والد أحد الناشطين. هذا الموضوع تم أمام أنظار القوات الأمنية في محافظة النجف دون تحرك منها لردع هذه الميليشيات. ما السبب؟ يعني يتحدثون دائما عن فرض القانون وعن قوة الأمن والنظام في العراق، أنا أتحدثون عن الأحزاب، أحزاب السلطة، ومن ضمنهم طبعا مقتدى الصدر. فبما نفسر إذن ما جرى في محافظة النجف من اقتحامات واعتداء على الناشطين ومنازلهم من قبل ميليشيات مقتدى الصدر؟ خلونا نسمع مشاهدينا الكرام رأي السيد أبو حسين من البصرة. تفضل يا أبو حسين. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحييك أستاذ. أستاذ عفوا، بالنسبة لموضوعنا اليوم عن مقتدى وميليشياته وميليشيات الأحزاب الأخرى طبعا. نعم. بهاي الفترة هسه من بداية السقوط ولحد الآن، من جيش المهدي وإلى آخره، ولحد والآن هسه الميليشيات اللي عنده هو خو رئيسه،
انت واحنا جاي نسمع، دا نسمع الان عندنا حكومه رئيس وزراء يسمى القائد، هذا القائد، القائد العام يعني باعتبار. نعم. بين حين واخر تسمع السيد القائد، والسيد القائد يقصدون السيد القائد يقصدون مقتدى طبعا. ومقتدى هو اساسا وبما يسمونه هو القائد اصلا، لا الكاظمي قائد القوات المسلحه ولا غيره ولا. والدليل على انه قبل فتره صارت مظاهرات التشرينيين انضربوا وقتلوا وانهانوا والى اخره، اللي جمع الاحزاب والحكومه. سيد ابو حسين، لما يطلع مصطفى الكاظمي بلقاء تلفزيوني يقول امام العراقيين اللي كثير منهم انكووا بنار ميليشيات مقتدى الصدر، واللي فقدوا ابنائهم واحبائهم، واللي فقدوا املاكهم على يد ميليشياته، يقول بانه مقتدى الصدر هو سيد المقاومه، ليش يستفز مصطفى الكاظم العراقيين بهذا التصريح؟ مقتدى الصدر هو مثله مثل غيره من زعماء الميليشيات، هو قائد فصيل مسلح، ووفق الدستور، وفق الدستور ممنوع، ممنوع وفق الدستور، وفق الماده التاسعه الفقره باء، يمنع او يحظر تشكيل فصائل مسلحه تعمل خارج اطار الدوله. شلون يصفه بهذا الوصف؟ فقلت لك استاذ عفوا، من دخل من صارت المظاهره مالت الناس المواطنين الشرفاء التشرينيين، انقمعوا. نعم يا حسين، ابو حسين، ظهر تلقوه ودخلوا للمنطقه الخضراء وتعاونوا وياهم هو وجماعته، والدليل على انه منهم وبيهم، منهم وبيهم ومشارك بالحكومه بقمع الناس، ويعتبر اقوى قائد وميليشيات داخل الحكومه. نعم سيد ابو حسين من البصره، انا اشكرك للمشاركه ويانا. ابو اسد من البصره ايضا، تفضل يا ابو اسد. السيد ابو اسد من البصره موجود؟ ما موجود. طبعا بالوقت اللي يطلع مقتدى الصدر باذرعه على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك ميليشياته على الارض بتهديد العراقيين والاعتداء عليهم، اعتداء على منازلهم، اعتقالهم، تغييبهم طبعا، وشاهدنا ما الذي حدث في مدينة الناصرية، ساحة الحبوبي، من اقتحام للساحة، من اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، حرق خيامهم وتجريفها امام انظار القوات الحكومية طبعا على يد ميليشيات مقتدى الصدر. كل هذا يحدث ونتابع بنفس الوقت العراقيين اللي يقطنون في مناطق تابعة لسيطرة مقتدى الصدر كيف يعانون من انعدام الخدمات، من غياب البنية التحتية وانهيارها التام، من الغياب الأمني الواضح في مناطق هي المفروض تابعة له، يعني ذولا اللي ساكنين بها المفروض عايشين بحمايته ويتمتعون بأفضل حياة، خاصة أنه هو عنده مسؤولين بالسلطة من وزراء ونواب وغيرهم. نشاهد بأنهم يعانون معاناة كبيرة. اليوم عرضنا مقطع وردنا عبر خدمة أنت ترى اللي تقدمها قناة الرافدين للمشاهدين الكرام، من مدينة الصدر، أحد الأشخاص، أحد المواطنين العراقيين، دي يصور بعد هطول الأمطار ما الذي حدث في شارع طوله كيلومتر في منطقة الأورفلي، شلون هذا الشارع تحول إلى بركة طينية وما يقدر يعبر إلى السايد الثاني حتى يروح يشتري ريوق. معاناة كبيرة يعيشها أهالي مناطق أو منطقة الصدر أو المناطق اللي تابعة لمقتدى الصدر. فإذا هو أصلاً ما موفر لأبناء منطقته اللي هو يتفاخر بيها، واللي هو مسوي نفسه اللي هو زعيم هالمنطقة وقائدها وتابع عائلة، هؤلاء الناس يعانون من أبسط مقومات الحياة، من مستلزمات الحياة، كهرباء وهو عنده وزير الكهرباء، نظام صحي منعدم وهو عنده وزير الصحة في حكومة الكاظمي. ما ينظر إلى هاي الأمور ويروح ينظر إلى المواطن اللي طلع يطالب بحقه بشكل سلمي، يحاول أن يقضي عليه، يتخلص من هذه الأصوات المعادية الرافضة لوجوده ووجود ميليشياته، في الوقت نفسه اللي يطلع يغرد يقول أنا رجل السلام. طيب ما كيف نفسر إذن انتهاكات الميليشيات في مدينة النجف وتهديد صالح محمد أحد أذرعه خلينا نقول الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بجعل من ينتقد مقتدى الصدر عبرة للجميع؟
لماذا هذه التهديدات المستمرة؟ لماذا التهديد بعودة البطة وجرة الإذن وبشخاطة يرجع جيش المهدي وهذه الأمور والتهديدات اللي عانى منها العراقيون لفترة طويلة؟ من عندنا؟ السيد حسين من الناصرية، تفضل. حسين تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. هذا الوضع بالعراق ما نشوفه به ممزق. بارك يمي. نعم. يعني هسه حمر الصدام. سامر بس علي صوتك. حسين علي، حسين علي صوتك لو سمحت. قلنا نترك حمر الصدام. شلون؟ نترك حمر الصدام مو؟ بس مدى افهم. كان بربك هسه عندنا علماء سو بالحوزه الاف مالت استووا لنا. ايش قلت بس 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 ايش قلت؟ ايش قلت قبلها عن صدام؟ ما فهمت. ها؟ ايش قلت عن صدام؟ ايش قلت؟ يعني صدام من عدم باكر الحكيم عرف راح مروحك يا صدام. انا بس حتى خلينا بموضوع اليوم حتى لا نرجع. النظام السابق خلص انتهى بما له وما عليه، بس كلمني اليوم على الانتهاكات اللي يقوم بها مقتدى الصدر وميليشياته ضد ثوار تشرين. تفضل حسين. لا والله العظيم ما هسه كون يطلع لهم صدام انا مدوع قلبي. المعامل من السؤال هاي مخلفات الصدر الثاني. يعني هسه لو طلع صدام ما يدوم مقتدي، مقتدي الثواني قاتل ومجرم وتبارى من المهدي. كيف راح الى المهدي؟ نعم. هسه الثواني فلسطين احسن من يمني. هاي الدولة بالعالم هسه لا قانون وفوضى ومجرمين. نعم. يصعد بالمنبر يحكي لك قصة الإمام علي. اش طبقوا من قيم ومبادئ الامام علي عليه السلام؟ ها؟ هو قائد التاريخ طبق شو يبغون بالمليارات تريليونات يبغون وعينك عينك وقتل بالجمله. نعم. رجع خلينا نزور صدام خارج زياره. سيد حسين اني اشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من مدينه الناصريه. طبعا يستغل البعض من أنصار زعماء الميليشيات بشكل عام في العراق وأنصار أحزاب السلطة الموضوع أنه شوفوا دا يترحمون عن نظام البعثي، دا يريدوا يرجع الصداميين الكذا. وطبعا هم يتهمون كل من يعارضهم وكل من يختلف معهم بالرأي بأنهم دواعش وبعثيين وكذا. وطبعا هذه صارت الأسطوانة، هي صارت قديمة طبعا لكن لا تزال تستخدم عند الأحزاب. احنا نقول بأن النظام السابق قد تكون بإيجابيات قد تكون بسلبيات، بغض النظر يختلف من يختلف معه، انتهى وبدأ من 2003 العراق الجديد كما تصفه أحزاب السلطة. ووعدوا العراقيين كل من جاء من ضمنهم مقتدى الصدر اللي قال بتصريح صحفي أنه ما صارت حكومة في العراق من 2005 لغاية اليوم إلا بموافقتي أو مشاركتي. وهو أيضا بتغريدة من التغريدات أكد أنه هو اللي وقف خلف قدوم مصطفى الكاظمي. طيب إذن هو جزء أساسي من هذه العملية السياسية، كل ذول اللي يجوي وعدوا العراقيين بحياة مستقرة بنظام أمني بنظام قضائي عادل بالرخاء والديمقراطية والازدهار، إش قدموا للعراقيين خلال 17 سنة من حكمهم؟ آخر حكومة كان لدى مقتدى الصدر 54 نائب برلماني قبل قدوم مصطفى الكاظمي، 54 نائب برلماني وست وزراء. إش قدم وإش حقق للعراقيين؟ اليوم عنده بحكومة مصطفى الكاظمي وزير الصحة، وتعالوا شوفوا حال القطاع الصحي بالعراق، وعنده وزير الكهرباء اللي تتحدث الأرقام الحكومية وتقول أكثر من 80 مليار دولار تم إنفاقها على قطاع الكهرباء في العراق وإحنا ما عندنا لغاية اليوم كهرباء. ما الذي قدمه على القطاع الصحي على الكهرباء من الناحية الاقتصادية حتى يجي اليوم يعترض على من يعترض عليه؟
عندنا سامر من كركوك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. أشكرك، أشكرك على هذا البرنامج الطيب. بالنسبة لل حول مختبى الصدر ومن الحلقات، حلقات الفساد اللي أجت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. نعم. ركبت مظلة تتقدم للعراقيين. من ضمن ميليشيات وسلبونهم وما داخل ولا قد. ما يدير مواقع العراقيين شيء. نعم. فاضي المفاضي. ما راح يسوون شيء. نعم. نعم. سيد سامر، غايب العميري هو قيادي بالتيار الصدري، ايش قال؟ قال حصلنا على حصتنا من حكومتي عبد المهدي والكاظمي، ونتفاوض مع حكومة الكاظمي لتثبيت حصتنا مع 400 منصب خاص. مناصب خاصة عددها 400، ايش قدمت وايش راح تقدم؟ هو ايش قدموا اصلا نواب التيار الصدري سائرون وقبل لا يكون سائرون؟ ايش قدموا للعراقيين حتى اليوم يتصارعون على 400 منصب جديد بخلاف الوزارات؟ يعني بدون ما يحصلوا تفاوض، هو قال مختلف الصدر بعمرة الثانية، قال إذا ما ناخذ حقنا البطة تاخذ، يعني السيارة المشهورة اللي نعم. كانت تقتل بالمعارضين لهم طبعا. نعم. سيارة البطة هو قال بعمرة الثانية. نعم. ما يحتاج يفاوض مع الفاوض، هم ما يعرفون مفاوضات، يعرفون بس قتل وبس. طيب. التسليم ونهب. وأشكرك. أنا أشكرك يا سيد سامر من كركوك، عندنا السيد صباح من بغداد، تفضل. سيد محمد. حياك الله، أهلا وسهلا. بالنسبة لمقتدى الصدر، هو جزء من العملية السياسية من السقوط 2003 الاحتلال العراق لحد الآن، هو نعم. مشارك بالعملية السياسية فعليا، يعني داخل كتلة ويدعم هاي الكتلة ويهدد أي من يقف بوجه الكتلة هاي. وياها يعني ضيف لها أن المقتدى الصدر مساند لكل الحكومات ورئاسي الوزراء، ساند لعبادي من الطاميت يوم مهلة في سبيل يسوي بعض الخدمات، والمالكي قبلها كذب، والمالكي قبلها كلها كذب بكذب. هو رجل سياسي فاسد، يعني حال كل السياسيين الفاسدين. يعني هو مو رجل دين ويطلع يحكي بالدين والناس تتبعه لأنه هو عنده عقل وعنده علم من الدين في سبيل متبعينه، الناس كلهم اللي يتبعونه مثله، هو مثل هو شخصه. فمقتدى الصدر يعني حتى بال2003 ما قاوم الاحتلال، احنا نعرف الأمريكان عندهم مواقف مثبتة على الانترنت بكل المواقع التواصل الاجتماعي، المناطق اللي صارت بيها مقاومة ضد الاحتلال معروفة، كل العراقيين يعرفون وين صارت مقاومة. أما معركة النجف اللي يقولون سووها معركة، احنا نعرف اياد علاوي وعداء المقتدى الصدر بذيك الفترة دعا للأمريكان ان يهجمون على مدينة النجف وعلى الصدريين جيش المهدي تحديدا، وجه وراها كملها نور المالكي وسوى صولة الفرسان واعتقل كل ما موجود بالبصرة وشوارع بغداد من هاي الميليشيات المنفلتة اللي كانت تقتل على الهوية وكانت تسلب وكانت تتهرب بالنفط. هم مو مجاهدين، المجاهد الحقيقي المفروض يساند هاي الثورة المتظاهرين سواء بالنجف بالبصرة بالعنبار كل المحافظات، بل هم أصبحوا جزء من الأجهزة القمعية. يعني حالهم حال كل الأجهزة القمعية اللي 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 يغتالون وكواتم عندهم ويخطفون ويهددون ويحرقون بيوت ويذبون عبوات على 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 البيوت الصوتية، قنابل صوتية وخطفهم حتى نساء. هو المجاهد يسمي نفسه سراي السلام وجيش المهدي والعصائب المنشقة من مقتدى الصدر يسمون باسم مجاهدين، يجون يهددون اللي رافقين علم ويطالبون بخدمات ووظائف. نعم. ويطالبون بمحاسبة الفاسدين وإنهاء هاي العملية البائسة، العملية السياسية اللي صرنا مضحوكة بالشرق الأوسط. يعني ما عندهم إنجازات، شنو إنجازات مقتدى الصدر؟ أكثر من حكومة هو يسلم 6 وزارات خدمية، شنو هذول يسوى مصدرين الموجودين؟ نعم. خرجت لنا حاكم الزاملي اللي حكي ما يعرف يحكي، وكان بوقتها فترة من فترات الطائفية هو وكيل وزير الصحة، وكان القتل بالسيارات الإسعاف بكل مستشفيات العراق لأن هو مسؤول عن القتل والخطف وغيره. هسه أصبح الرجل الثاني هو ويا مقتدى. مقتدى الصدر هو ويا العملية السياسية، وهو مدعوم من إيران وحتى من
غادر العراق، وين يغادر؟ يروح لإيران. أنت لو وطني وابن هذا العراق ما تخرج منه وتروح لإيران تقعد بإيران تحتمي بإيران وقاعد جوا كرسي خامنائي. إذا أنت ذليل وذيل مقتدى الصدر. هسه أي شخص عراقي يحكي عليه بقوة ثاني يوم يصفوه مثل حزب الله وغيره من يصفون بالناشطين السياسيين. أنا أشكرك سيد صباح من بغداد. عطوان من بغداد أيضا، تفضل يا سيد عطوان. عطوان من بغداد. الله يجزاك. عطوان من بغداد. حياك الله. لو وسهلا. رعاية اجتماعية الله يحفظك. عارض رعاية اجتماعية رحمة الله يجزاك. نعم تفضل. ومقدم عليهم ماكو والله. والعالم جاي تاكل بالجبالة. نعم. الله يحفظك ويسلمك ويحفظ الإذاعة. الله يبارك فيك. وأنا بدون تملق ولا إذاعتكم الرافدين هي الشباقة. الله يسلمك. الله يحفظك. وأنا أموري عمري 60 سنة. وقاعد بالإيجار وسحب ما عندي. نعم. وتعبان نفسيا وعقليا يعني الحيوانات جاي تاكل بالزبالة والله. الله يكون بشر جاي ياكل بالزبالة يعني طلعوا مقتل. نعم. بال هنا بغداد الحيوانات تاكل بالزبالة البشر شاكل يعني دمار استاذ. نعم. يعني أنا ناشدكم وناشد حتى الله سبحانه وتعالى يعني ما عندي يعني عمر 60 سنة يعني شو أسوي انتحر أموت. استهدى بالله. استهدى بالله يا سيد عطوان. استهدى بالله. جاي أشوفكم إيه جاي أشوفكم بالإذاعة أنتم محترمين الله يخليك. الله يعني يوميا ناشد إذاعة العهد ناشدها إذاعة الدنيا ناشدها إما الناشد بعد. نعم. يسووا لي حل أنتم رافدين محترمين والله. وانت اشوفك بالتلفزيون منور. الله يسلمك. الله ينورك وينور امك وابوك. شكرا جزيلا سيد عطوان من بغداد. انا اشكرك بارك الله بك. الله يكون بعونكم طبعا اولا واخيرا قبل كل شيء. انتم عايشين ببلد غني للاسف وهذا حالكم، هذا حال كثير من العراقيين. يعني لما نسمع هذا الكلام ولما نشوف نائب بالتيار الصدري يتحدث عن مفاوضات على 400 منصب خاص، 400 منصب خاص بامتيازاتها برواتبها بمخصصاتها، ونقارنه ويا سيد عطوان وغيره من اللي ما عندهم دينار واحد يدخل لهم من هاي الدولة كحق من حقوقهم المشروعة. طبعا نشوف احنا وين عايشين وشنو النظام اللي يدير هذا البلد. لما يطلعون العراقيين اللي مثل السيد عطوان وغيره اللي عانوا من ظلم إن كان على المستوى الاقتصادي الناحية الأمنية السياسية غيرها يطلعون منتفضين يرفضون هذا الظلم الواقع عليهم وعلى أبنائهم وعلى عوائلهم، يطلع لسان مقتدى الصدر بتويتر وميليشياته على الأرض يغردون ويهددون ويعتقلون ويقتحمون. وإحنا حقيقة ماذا نفهم يعني ذولا شلون بعدهم يريدون يقنعون العراقيين أن هم رعاة للإصلاح وان هم دعاة للسلام وان هم رعاة للديمقراطية وحقوق التعبير عن الرأي. شلون انتم تريدون الناس تروح تنتخبكم بالانتخابات اللي دت حشدولها ودت جيشولها وانتم ابسط حقوق الناس ما موفريها، كهرباء الناس ما عدها، حصة تموينية معدومة، وتجيهم اذا اجتهم كل شهرين ثلاثة بها مادة او مادتين معفنة. يعني ما افهم ذول الناس الموجودين بالسلطة اليوم بعدهم مقتنعين انه اكو من العراقيين اللي دي يصدق بيهم واللي ماشي وراهم بدون المنافع طبعا مقتنع بكلامهم. يعني عندنا ابو اسد من البصرة تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احييك 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 احيي جمهورك. حياك الله. اخي استاذ محمد. نعم. انت ترتب على مقتدى فهم علم يقرأ يكتب رجل دين رجل سياسة. قبل شيء يقولون ما عنده من أحد المشاركين يقول هو بالسياسة من يا سياسة فيهم عندهم هذا يثور الله برضه الله. بدون تجاوزات يا أبو أسد. أبو أسد لو سمحت بدون تجاوزات. ماشي. خلي الكلام انتقاد على تصرفات. تفضل. ماشي. تصرف كل غلط. هسه حاليا أنا حسب معلوماتي يستر على الميليشيات مالته يسترون على املاك المسيحيين بالعراق. هاي وحده. وانا وجه رسالتي للبابا اللي راح يزور العراق بانه ما يلطخ ايده بهدوله ويصافحهم ويسلم عليهم ويزورهم.
اثنين عندي ملاحظة خلينا نبهك بيها، أخاف يعني ما عندكم علم بيها، باكر أو عقبة راح يجي رئيس مجلس القضاء الإيراني يزور العراق، عنده توجيهات إنهم للحكومة. وأنا غير هذا ما عندي، وأنا أشكرك. شكرا سيد أبو أسد من البصرة. عندنا أبو محمد من أربيل، تفضل حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدري إيش وقت الفارسي حن على العربي بس علي العرباني. نعم. يعني هذا مقتدى الصدر إيش وقت الله يخلصنا من عند هذول المعممين؟ إذا إيش وقت إيش وقت خلصنا من المعممين؟ الله خلصنا من المعممين العراق يصير بخير. وإذا والمنافق. نعم. إشارات المرافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، ذولا كلهم خونة، ذولا كان جي شوكت ذولا حجوا الصراحة، شوكت حجوا الصدق. وذولا الوياء كلهم إيرانية، ترى ميليشيات إيرانية والله العظيم، ولا واحد بيهم عراقي. ذولا ترى العراقي ما يأذي عراقي ولا يقتل عراقي، بس ذولا إيرانيين ذولا. نعم. ذولا منافقين، ذولا والله العظيم منافقين، ذولا إيرانيين صرف إيرانيين، ذولا المعممين كلهم جايين من إيران، من أفغانستان، من إيران. نعم. وشكرا جزيلا لعينه. شكرا يا سيد أبو محمد من أربيل. سعد من السعودية، تفضل حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا أخوان المقدم، وبارك الله في هذه القناة المباركة. الله يسلمك، حياك. وفي أهل العراق المباركين. وأنا والله أقول لمقتدى هذا، ترى يعني انت الحين تواجه الشباب، والشباب هذولي تعدوا مرحلة عصاباتك اللي معاك، اسقطوا اربعة رؤساء وزراء، والحمد لله بصمودهم وبوقوفهم قادرين على اي مجرم يقف وجيههم في نصرة هذا الوطن واحقاق الحق. هذه يعني صراحة يعني الشعب تعدى هذه المرحلة، وما قصروا المتصلين، خاصة الأخ صباح نستأنس بكلامه، وإن شاء الله النصر لهذا الشعب. نعم. وبدمهون إن شاء الله لكل المتصلين، والتوفيق إن شاء الله للشعب هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للمشاركة سيد سعد. السيدة أم فرحان من الموصل، تفضلي يا أم فرحان. ألو. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. أشكركم قناتكم الفضيلة تطلع الحقائق. الله يسلمك. قناتكم الفضيلة حال بشرتنا بالخير إن شاء الله. الله يبارك فيك. أريد بس أريد أنا عفوا ما أريد من الكاظم، كنت بس أريد أن تعفوا للسجون، ما عندي يعني إرهاب. نعم. يعني مشاجرة والحكام، أريد بس عفوا للسجون. نعم. ما عندهم إرهاب. نعم. أم فرحان أنت منو عندك بالسجن؟ والله عندي ابني. صار لاش قد معتقل؟ مشاجرة، هو صار لسنتين، هو عسكري مشاجرة، هو صديق، والحمد لله الولد بامات، دفعنا 45 مليون، ولحد الآن اليوم له سنتين مسجون. أريد بس عفو من الكاظمين، تعفو للسجون. وهو عسكري، وش قد حرر وش قد وطلع. وحال يعني ابن الكبير، وريد بس عفو من الكاظمي، بس ينطينا عفو. نعم. كان صدام حسين كل سنة ينطى عفو. طيب أم فرحان، أنا أشكرك سيدة أم فرحان من الموصل، إن شاء الله صوتك يوصل، لكن هل مصطفى الكاظمي قادر على الإفراج عن المعتقلين الأبرياء؟ هل هو قادر على السيطرة على السلاح المنفلت في العراق؟ هل يستطيع السيطرة على الميليشيات المنتشرة الآن في العراق اللي تنتهك حقوق المواطنين وتعتدي عليهم يوميا؟ واليوم بالنجف مثال طبعا من أمثلة كثيرة وحوادث كثيرة قامت بها، انتهاكات قامت بها الميليشيات، إن كانت تابعة لمقتدى الصدر أو غيره من زعماء الميليشيات. هل استطاع أن يوقف هذه الميليشيات عند حدها؟ لما يطلع بوسائل الإعلام يلتقي بزعماء الحشد من زعماء الميليشيات ويصف مقتدى الصدر بسيد المقاومة، هل هذا رئيس وزراء يستطيع حصر السلاح بيد الدولة، أو لديه أصلا الرغبة بحصر السلاح بيد الدولة؟ شفناهم بالناصرية ايش سووا بالمدنيين، وشفناهم بالنجف شلون اعتدوا على المتظاهرين، ومن شهر 5 2020 لغاية اليوم
مصطفى الكاظمي بالحكم، يوميا يرتكب انتهاك إن كان عن طريق قوات الأمنية أو إن كان عن طريق الميليشيات، هل قام بمحاسبة أحد؟ طيب من معنا؟ السيد أبو محمد من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيي قناة الرافدين، القناة الوطنية، القناة العراقية الشريفة. حياك الله. حياك الله. الله يسلمك، تفضل. والله يا أخويا على الحكومات هذه اللي دمرت الشعب. نعم. حكومة طائفية دمرتنا، قطعت الحصة التمويلية علينا، قطعوها. نعم. صعدوا الدولار. والأمور التعيسة اللي سنة أتعس من سنة مر علينا. نعم. اي والله. شنو رأيك باللي دا يصير اليوم بالنجف لما ناس يطلعون يستذكرون مجازر الميليشيات، تعتدي عليهم هاي الميليشيات وتهددهم، ميليشيات مقتدى الصدر، وتقتحم بيوتهم؟ يا حبيبي احنا ما عندنا حكومة وطنية من 2003 وهي حد الآن كلها. نعم. ميليشيات مدعومة من إيران، وهي جهة حكومة الصور والجول عندنا بالعراق. واحنا لا حول ولا قوة المواطنين. نعم. هذه الناس الثور طبعا ذبحوا أبنائهم وذبحوا شعبهم، يزورون من الظلم. نعم. سيد أبو محمد أنا أشكرك من الموصل. أدنى السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون أستاذ محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله، حياك الله. الله يبارك فيك أستاذ محمد. بالنسبة للأحزاب والكتل والتيارات، نتيجة سياسة القتل. نعم. وهذه السياسة وهذه الثقافة هذه يعني صراحة بعيدة عن المجتمع العراقي. إذا تلاحظ شوف يعني يقتلون من؟ يقتلون لك أصحاب الفكر، أصحاب الكلمة الحرة. يعني مفكرين، من محللين، من إعلاميين، يعني مثل دولة حتى حرام يعني إساءة لهم بالكلمة مو قتلهم. يعني خير دليل إحنا شفنا يعني المرحوم هشام الهاشمي، وقبل فترة المفكر اللبناني هذا الإقمار سليم. يعني مثل هذا الكتي مو زين. انتم اذا كتبتوا اصحاب الكلمه والناس الاحرار واصحاب العقول المتنوره، شبقت الدنيا تحولت الى ظلام. يعني انتم تردون الدنيا تحول الى جهل وظلام. يعني ما اعرف شنو اللي يردونه هم. انا اقول لك استاذ محمد، دول اصابهم داء الغرور وداء الفوقيه. يعني هم دول يتصورون نفسهم هم فوق المخلوق وما اعرف ويا الخالق او ادنى من الخالق بعد ما اعرف. لانه لما انسان يعني يستسهل القتل ويستسهل سفك الدماء، يعني هذا حتى ما تحس على يعني على الانسانيه باي ذره. نعم. يعني القتل حتى الله عز وجل في كتابه يقول قتل الانسان ما اكفره. يعني القتل الله عز وجل جل جلاله ها يعني شو مثل ما تقول يعني شنع هذا الاسلوب وهذا التصرف. زين انت انسان ويعني ما تكون اليك يعني مقلديك اليك مريديك، يعني انت اخر شيء تستخدمه هو القتل. القتل ترى مو شويه يا استاذ محمد. نعم. فاحنا بالدرجه الاساسيه يا استاذ محمد نحسب على الناس. منو اللي خلاهم وصلوا من هالدرجه هذه من الفوقيه ومن التمرد؟ هو الناس البسطاء. نعم. أتمنى يعني على كل مواطن عراقي وبالأخص ابن المنطقة مات المنطقة الشيعية أن يوعي عقله، يثقف نفسه، لا يبقى تابع. طيب. الإنسان لازم أستاذ محمد ولو يعني أخذ من وقتك الله يخليك. أنا والله بس أتمنى من قناتكم. إيه تفضل. أتمنى من قناتكم اللي أصبحت اليوم هي قناة العراقيين، قناة الأحرار. أتمنى أضيفون ناس يحملون الفكر وأصحاب العقول المتنورة اللي توعي الناس، تثقفهم، لأنه نعم، لأنه إحنا عندنا يعني ناس صراحة هو ناس بسطاء، ناس
سدت. فلما يجيبون الناس يحملون الفطير وينورون الناس راح يحيون لك البشرية وبالأخص احنا عندنا بالعراق. فهذا مقترح على قناه الرافدين وان شاء الله ما تبخل علينا بهذا المقترح ان شاء الله. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل. اصلا ما استضافينا المبتذل الضعيف الفكر والتفكير الركيك، الحمد لله كل اللي نستضيفهم ضيوف الكرام طبعا، وان كان من يقدم لدينا ايضا البرامج الثقافيه والتوعويه كلهم نخبه وعلى درجه من المسؤوليه والكفاءه والخبره كذلك لتقديم ما يستطيعون من معلومات وما يملكون من خبرات للمجتمع العراقي للتوعيه طبعا و مثل ما تفضلت طبعا مجتمع بسبب سياسة التجهيل اللي اعتمدتها حكومات ما بعد الاحتلال اللي أضعفت كثير من العراقيين على المستوى الفكري، ولا تزال تحارب طبعا الثقافة ولا تزال تحارب الفكر ولا تزال تحارب كل من يمت للعلم وللثقافة بصلة هو مستهدف. فالحمد لله مستمرين، ومنذ البدء منذ الخطوة الأولى لقناة الرافدين ولغاية اليوم لم تستضف أي ضيف نشاز، أي ضيف ضعيف الشخصية أو المعلومة حتى لا يشوه المعلومة ولا يشوش على أفكار الناس المتلقين. سامي من بغداد تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك وذات القناة. حياك وكل كل أبناء شعبنا المظلوم. يا أخي العزيز إيش فد حادثة أقول لك، بالسبعينات كنا ندرس بالبصرة رادار، وجانا محاضر إنجليزي صراحة يجي مثل الانتداب أسبوع حشكي، فقال يعني حجاها طقطة، قال لخاطر اليهود الأمريكان عندهم ساتلايت مال تجسس فوق منطقة الشرق الأوسط، كل شبر من منطقة الشرق مغطى والأمريكان يعرفون به. يعني هاي الكلمة لهاي المنطقة جرف الصخر، الأمريكان مجرمين ويعرفون إيش يصير بجرف الصخر، بس هم سامع يعني فالشغلة مستقبلية يعني تصير. بالنسبة لهذا مقتدى تعرف أنت، هذولا كلهم شكوا يعني مجرم، شكوا واحد يعني والله العظيم استغفر الله العظيم، يعني شو أقول لك، ما نقدر يعني واحد لازم شوية يقول لك في الكلمة شوية. لا 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 بلا تجاوز لو سمحت، ما راح نتجاوز، بس أقول لك بس شكوا يعني شكوا مجرم، شكوا حرامي، شكوا نص. وبعدين من هذا الصروان تعرف طبعا، تعرف أنت قبل ما يتخرج من رئيس المجرمين هذا اللي قتل عبد المجيد الخوئي، طلعت لأن ذولا واحد يعرف الله، واحد يعرف من قتل الآخر، يعني كل واحد عنده ملفات على 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 الآخر. فلهذا يعني هم من على أساس ها شنو رأيك بمقتدى، من يقولون لهذا تشايشي خز علي يقول ها والله كذا كذا، ولما يقولون المقتدى شنو، فهم نفس الطينة يعني. زين إذا وطبعا تعرف انت والله كثير من ابناء شعبنا يعني متاكد هم بس فقط للوالد، ولا هو مقتدى لو والده يحيى هسه اقسم لك بالله لا ينتف تنتف. طيب يعني الانسان سيد سامي يعني. وصلت فكرتك، انا اشكرك العديد. شكرا جزيلا. ارجو بس من الاخوه المتصلين انه قدر المستطاع يختصرون، لانه اكو ناس دا ينتظرون. ابو احمد من اربيل تفضل. ابو احمد نصي صوت التلفزيون لو سمحت. السيد ابو احمد من اربيل تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، نصي صوت التلفزيون على الاخير لو سمحت. شلونك بابو؟ حياك الله. والله بس اريد ان نسالك على الكاظم، اليوم صار له سنه، ايش سوى؟ ولا عفو لا انطشيلة يعني نعم. بلا فايد في الراحة، ذاك جابوا هذا مكان وماكو شيء، ما صار تغير يعني. نعم يعني أي تغير ما شفنا بين هذا وبين هذا. تتوقع حكومات اللي جت بعد الاحتلال ممكن تغير شيء أصلا؟ كان والله ما غير الله يغير.
والله احنا نتوقع اذا ما الله يريد يغيره ولا هذول ما يغيرون كل شيء والله. نعم. والله يا اخوي العزيز هذول ما يغيرون كل شيء. نعم ابو احمد من اربيل انا اتمنى صوتك يوصل طبعا ومناشدتك بخصوص موضوع العفو العام. انا اشكرك. عندنا محمود من الانبار تفضل. فقدنا الاتصال مع السيد محمود من الانبار. طبعا الناشطون اكدوا انه عثر على الناشط المختطف رائد الدعمي في احدى مقابر محافظه كربلاء. الناشطون قالوا ان الدعمي وجد في المقبره مكبلا ومعصوب العينين وعلى جسده اثار تعذيب. طبعا هو كان قد خطف من مكان عمله في منطقه الحر من قبل مسلحين يستقلون سيارات تحمل لوحات حكوميه. و يتهم طبعا الناشطون والمتظاهرون الميليشيات بالقيام بعمل خطف واغتيال، وهذا متبع منذ بدء الاحتلال ولغاية اليوم. واليوم الشخص اللي دي يحارب العراقيين اللي دي يتهمهم بالدواعش وبالبعثية اللي هو مقتدى الصدر وكل الميليشيات طبعا هم اللي أسسوا لهذا الفكر الدموي. من مقتدى الصدر خرجت الميليشيات اللي يوصفها اليوم بالوقحة، من مقتدى الصدر ومن تحت عباءته خرج قيس الخزعلي وأكرم الكعبي ووثق البطاط وكل ذولا الميليشياويين اللي يقتلون اليوم بالعراقيين. اليوم يصفهم بالميليشيات الوقحة، ولكن من تحت عباءته خرجوا، من تحت عباءته أو على يده تعلموا كيف يقتلون، تعلموا كيف يسفكون الدماء، كيف يسرقون العراقيين. صار سجال بأن نور المالكي ومقتدى الصدر مؤخرا، وخرج صالح محمد على تويتر يتحدث ويقول بأنه البطة نستخدمها لمحاربة الفاسدين وللقضاء على الفاسدين. متى تم استخدام هذه البطة أو السلاح بشكل عام ووجه ضد الفاسدين؟ متى هيئ أو استخدم مقتدى الصدر كل ما يملك من طاقات إن كانت على المستوى السياسي أو الأمني أو العسكري لمحاربة الفساد في العراق؟ بهاء العرجي جزء لا يتجزأ من التيار الصدري وخرج بفضيحة كبيرة بالفساد، وهو أحد المقربين من مقتدى الصدر. النواب المشاركين اليوم بالسلطة والوزراء التابعين لتيار الصدري، ما الذي قدموه للعراقيين؟ ما الذي حققوه للمواطن العراقي على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الأمني؟ أصلا وفق الدستور يمنع منعا باتا إنشاء فصيل مسلح يعمل خارج إطار الدولة، فكيف أصلا يتواجد مقتدى الصدر بحد ذاته هو وباقي الميليشيات؟ عندنا رسالة من أبو زين العابدين من البصرة يقول: السلام عليكم. الحكومات التي تسلطت علينا منذ سقوط النظام السابق ولحد الآن يجمعها نظام واحد، وهو نظام الأحزاب والميليشيات والمحاصصة الطائفية، وهذا النظام هو الذي يجب أن يسقط وليس الحكومات الخاضعة له. وأخيرا أقول: لا نريد الانتخاب تحت سطوة الأحزاب. عندنا رسالة: السلام عليكم. خلي يعرف ذيول إيران من العراقيين أنهم لا يدافعون عن حكومة محترمة تحكم عراق غير محتل وبسيادة وطنية، ولا يمكن مقارنتها بأي حكومة عراقية سابقة. وعلى مدى التاريخ لم يحصل ما حصل للعراق إلا بعد 2003 واحتلالين وليس احتلال واحد. طيب، وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.